بليز يا آية، حاولي تشغلي نفسك الأيام دي عشان مش عايزك تكتئبي. أكتئب؟ مين قالك أصلاً أنا هكتئب؟ أنت بس حاول تنجز أمورك قبل نيو يير. Yeah, no, sure. Don't worry. هنقضي نيو يير مع بعض وهنحتفل بإني خلصت الموضوع ده خالص. أنت عارف نيو يير يعني سيل وكده، وأنا ومامي كنا محتاجين نشتري شوية حاجات. سيل؟ عيب، عيب على فكرة. واحنا من إمتى بيفرق الكلام ده معانا ها؟ بصي أنا هحط فلوس في الكريدت كارد بتاعتك وجيبوا اللي أنتوا عايزينه، أوكي؟ بصي يا أمير كظلومة. ياه، وحشني النيك نيم بتاعي. تخيلي بتقول لي يا كزكز. إيه ده بجد؟ كزكز؟ أهم حاجة أنا عايزك تنسي الموضوع الجوازة دي خالص، أوكي؟ مش عايزك تفكري فيه. مش عايز الموضوع ده يأثر في نفسيتك خالص. بص هو طالما هيبقى سيكريت وشكلي مش هبقى وحش قدام أصحابي، اتس أوكي. يعني أنت مش متضايقة؟ أبسلوتلي. جواز ها؟ بطيخ سموزي يا فندم. ميرسي. مانجا سموزي. ميرسي، شكرا. هسيب لي كام في الماستر كارد؟ لا ركزي معايا بقى. أنا وبيسا هنبقى في بيت واحد. فكك من الموضوع ده بقى بجد. هسيب لي كام في الماستر كارد؟ لسه مش عارف بس هحاول أحط مبلغ كويس. يعني أكيد مش غيرانة. لا أنا مش غيرانة. وبليز حاول تقفل الموضوع ده تماما. أنا روحي التواليت كنت ضربت التشيك. أوكي. أوكي. هي واثقة فيك عشان كده مطمنة. Good man كاظم. Good man. ألو. أيوه يا بيسي.